الأول نرحب بالجميلة سوفينار. يعني في البداية عاوزين نعرف سوفينار معناه إيه؟ عروسة يعني البحر. عروسة البحر. تقال إن أنت كنت عاوزة تعمل اسمك الأول حورية. كنت عايزة أعمل كده عشان تبي بالنسبة لمصر حورية مثلا أحسن من تقولي سوفينار. عشان كتير الناس بتقول سوفيناز. يعني الاسم جه لان النطق بتاعه صعب في مصر او مش متداول في مصر. ايوه صعب. طب يعني احنا عاوزين نعرف بيكي اكتر، الحاله الاجتماعيه بتاعتك. جيتي مصر امتى؟ من 3 سنين. بدات العمل في مصر. جيت مصر من 3 سنين في ايام الثوره. لو اتكلمنا على الثوره، ما كنتش قلقانه ان انت لما جيتي في الثوره؟ طبعا زي كل الناس كان عندي شوك من ايام الثوره، بس لوحده في الدماغ وفن مش تعرف تطلع. مش تعرف ترجع تاني، يعني غيت تبي تدخل في الفن. وفن الشرقي بالنسبه لي في البلد تاني مش قوي. طب انت كان اصلك في الاول بتلعبي باليه او بترقصي باليه؟ ايوه. ايه اللي غير كاريرك من الباليه للرقص الشرقي؟ حب. حبيت المزيكا رقص الشرقي. حب. حبيت المزيكا، حبيت الستايل، حبيت الناس، كل حاجه. ماما كانت معترضه ان انت تغيري كارير؟ لا. انا سمعت ان هي كانت مفيش ما كانت كل الناس مش مبسوطين على التغيير ده، عشان كل الناس بتفكر انت تغيريها حاجه كبيره ولا حاجه صغيره. عشان طبعا في البالي عندنا في المسرح كبير قوي، وواحده فنانه وحاجات كتير جميله، تغيري على رقص الشرقي ليه؟ بس انا كنت مبسوطه في الرقص الشرقي اكتر من البالي. كنت بترقصي الاول في روسيا وبعد كده جيتي مصر هنا. ارمينيا. وحتى في روسيا انا كنت بشتغل في البالي، بس بالي ارمن مش روسي. عشان كنت بحب بلدي وكل حاجه، كنت بتعمل حاجه حطت من بلدي. حتى لو كنت عايشه في روسيا دخلت في البالي وفي مدرسة التمثيل مش روسي، دخلت في أرمني. عندنا في روسيا حاجة كل حاجة مختلفة. مدرسة البالي الأرمن عن الروسي طبعا. بترقصي على حاجات بالستايل بالي، بس بترقصي أرمني مش روسي. تمام. جيتي مصر، يعني انت قلت في كذا لقاء ان انت جيتي مصر ان انت ما كنتش عايزه، كنت ممثله هناك الاول وجيتي هنا قررتي ان انت تكملي هنا في الرقص الشرقي. سبت التمثيل في روسيا عشان موضوع التمثيل هناك ما عجبنيش، وعجبني تمثيل في مصر اكتر من في روسيا. تمام. انت بداتي هنا كرقاصه في فيلم القشاش. مين اللي رشحك لفيلم القشاش؟ اول حاجه طبعا احنا كان شغالين مع حماده الليسي كام حفلات وكده، هو كان عارفني من 3 سنين، وهو على طول شايفني اللي لو هتطلع في التلفزيون تطلع نجمه. وهو قال المخرج انت لازم تتفرج على حاجه جميله، حاجه شياكه. يعني حاجه كده زي الايام القديم، ساميه جمال ولا حاجه كده يعني. ومخرج جيت وشافتني وهو ده هو مختارك الفيلم القشاش. ايوه. اتقال ان فيلمك او رقصتك فيلم القشاش عملت نسبه زياده في التوزيع او في ارباح الفيلم. انا كنت مش عارفه انا هطلع في حته شعبي. انا كنت فاكره دي حاجه كده رقص فاند، حاجه كده طرب ولا اي حاجه كده. بس طلعتي وشفت دي حاجه شعبي. بس ايه رايك برضه اشتغلت فيها؟ رايك الفيلم لما كسر الدنيا بسبب رقصتك؟ حاجه غريبه.
بس بالنسبه لي حاجه غريبه، عشان بالنسبه لي انا ما عملتش حاجه. دي يعني حتى صغيره من راس لي انا بترقص حاجه كده صغيره خالص. يعني بالنسبه لي انا بترقص احسن من كده بكتير. الرقصه دي عملت لك شهره خياليه، انت كنت تحلمي ان انت او يعني تتوقعي ان الرقصه دي تعمل لك كل الشو ده؟ لا. او البروباغندا دي؟ لا، كنت مش فاكره حاجه شاب اللي انا هترقص فيه هتطلع كده جميل. عشان قبل كده انا كنت اصلا مش بحب المزيكا الشعبي من اول، يعني انا اسفه جدا بس هو ده كده. بحب ام كلثوم وعبد الحليم. ما انت رقصتي برضه على وديع الصافي. انا اول حاجه اللي سمحت لي احنا هنعمل من حاجه قديم في هن مثلا هنحط مزيكا جديده وهنعمل حاجه قديم، انا قلت لها اوكي. انا كده هيشتغل. بس برضو كنت مش عارفة مزيكا تبي شعبي كده. مش عاوزة شعبي كده، مش عاوزة شعبي قوي كده. بس طلعت حلوة غريبة. وعشان انا اصلا مش قوي في الشعبي. انا بس انت رقصتي بتحبي عبد الحليم وبتحبي تراس اكتر وبتاع. يعني بتحبي ترقصي ايه في القديم؟ على رقصات ايه في القديم؟ ام كلثوم ولا عبد الحليم اكتر؟ الاتنين مع بعض. مش قادرة اقول لك اي واحد اكتر. انا بحبه زي بعد، زي بحب عبد الحليم بحب ام كلثوم. تمام. طب يعني لما انت بس انا ممكن هقول لك مثلا في عبد الحليم انا بحب اكتر حاجه جبار. وفي ام كلثوم هقول لك في حاجات كتير. ليله الحب، عمري الليله وليله، عمل حياتي، عمل حياتي. ده ممكن يكون بيميز صوفي نار عن اي رقصه تانية في مصر؟ مش ده، بس هقول لك اللي عندي غريب. اللي ممكن مش هتشوف في الرقصات تاني، اللي حب كبير قوي على مزيكا قديمه ولا مطربين قديم، على كل حاجه قديمه اللي كانت موجود في مصر. عندي حب جامد جدا على كل الحاجة اللي فيها فن قديم. طب يعني ده اللي خلاك تتكلمي عربي بسرعة او مصري بسرعة؟ حبك للأغاني القديمة ده؟ ايوه. ده؟ علمتي لغة عربي كويس؟ علمتي لغة من اغنية ام كلثوم وعبد الحليم. عشان ما بيعرفش ترقص بي في اغنية ام كلثوم وعبد الحليم من غير هتعرف هي بتقول ايه. من غير هتعرف أغنية على إيه؟ هي مبسوطة ولا عايزة يبكي ولا إيه بالظبط؟ كنت حاسة الأغنية أكتر وأنت بترقصي بيها؟ طبعًا بتحسي، حتى لو ما بتعرفش اللغة بتحسي من مزيكا. بس بالنسبة لي لازم واحدة اللي بترقص على أغنية أم كلثوم وعبد الحليم لازم تعرف اللغة. من غير كده مش هو ده. مين مثلك الآلة أو اللي أنت بتحب رقصهم في مصر؟ من قديم؟ قديم جديد. من قديم جديد، من قديم. عشان أنت بتحبي سامية جمال مثلا. بحب سامية جمال قوي. ونجوى فؤاد. وفيفي عبده بحبه قوي. ودينا. سهر زكي. حافظهم كلهم بس. جديد دينا، انت بتحب دينا اكتر؟ من جداد بحب دينا. طب امال ايه سر العداء اللي هي يعني، او التصريحات ان في تهديدات ما بينكم، او ان هي هددتك لما الصحافه كتبت ان هي هددتك ان انت خدت الجو منها او خدت الشو منها؟ لا، اول حاجه انا ما خدتش جو من حد. دي اول حاجه، عشان انا ستايلي حاجه تانية خالص. انا بحب دينا وعندي احترام على فنانه كبيره، واحنا كويسين مع بعض. ولا احنا في الفتره الاخيره مفيش كلمه طلعت مني ولا كلمه من هي ولا حاجه.
احنا كويسين جدا مع بعض. هو في تصريح غريب اتقال برضو من الاشاعات اللي اتقالت ان انت ممكن ترقص يعني لو الاهلي دخل الكاس ان هي ترقصي عريانه مثلا. حتى لو حصلت ايه سبنار مش ممكن ترقص عريان. انا ما بيرقصش عريان قدام امي، هيرقص قدام اللي لا انا اسفه. طيب مين افضل رقصه في مصر بالنسبه لك دلوقتي؟ من اقوى من اجمد بالنسبه لي دينا. دينا اجمد رقصه في مصر. سفينار عملت عمليات تجميل؟ سفينار عملت عمليات تجميل؟ لا ما عملتش لسه. انت لو تكبر هتعمل. لا هتعمل. طب انت ايه رايك في عمليات التجميل يعني؟ بالنسبة لي لو واحدة لسه صغيرة في الحاجات دول يعني لو هي مش وحشة يعني شكلها مش عفريتة هتعمليها ليه؟ بس لو تكبر مثلا كده بعد الأربعين هتعمل زي كل الفنانين بعد الأربعين هنعمل اي حاجه كده عشان تحسن نفسنا شباب تاني. لا ان شاء الله. لو عاوزين لو هنتكلم عن الوضع السياسي في مصر، انت مش قلقانه من الوضع السياسي في مصر؟ مش خايفه؟ دلوقتي خايفة ايام الاخوان؟ كنت خايفه قوي من ايام الاخوان، بس كنت بتحس لي دي حاجه فتره وهو تروح بسرعه. وصلك اي تهديدات منهم او حاجه؟ لا بس كنت مش مبسوطة. مش مبسوطة ومبسوطة لا خالص ولا حد. بس طبعا انا شايفة مصر مع جيش احسن واحلى واقوى بكتير ومبسوطة. لي مثلا انا بحب السيسي طبعا ونفسي هيشوف اللي هو مثلا هو تمسك مصر على طول يعني بيحصل في الأمان في الأيام اللي سيسي موجود معانا في أنت ممكن تتجوز واحد مصري؟ أنا أصلا ممكن تتجوز بس مصري. مش ممكن تتجوز مع واحد مصري، ممكن تتجوز بس لو هو مصري. عايز تتجوز جوز مصري بس. طب إيه مواصفات فتى أحلامك أو الإنسان اللي أنت عاوزه؟ يعني عاوز اقول لك انت عندك يعني فانز، كميه فانز رهيبه من الشباب والبنات قبل الشباب يعني. يعني انا ملاحظ من البنات يعني خلاص يعني انا مراتي بتموت فيكي جدا. وانا بتموت فيها. لا ممكن هوب ده جاي عشان انا بحب الناس اللي موجودين في مصر قوي. يعني لو مش حب مش تعرفي تشتغلي كل شغلنا كل التعب اللي احنا بنعمل عشان الناس. لو انت مش بتحبي الناس تعمليها كل ده ليه؟ طيب كنت قاعده في البلدي وبشتغل وكويسه والحمد لله، وانا اصلا مش محتاجه في شغل زي مثلا بيزنس عشان فاميلي تحتي عندنا بيزنس قوي يعني مش محتاجه فلوس عشان تنزل تعمل بيزنس. دي اول حاجه. يعني انت عندك بيزنس قوي بس انت يعني ايه البيزنس اللي انت شغالين فيه او العيله بتاعتك شغاله فيه؟ عندنا طبعا بيزنس من زمان، من هقول لك من 25 سنة المحلات الكبار بتاعت اللبس وشنط محلات كبار حاجات محلات كبيرة. ده حلو جدا. ده فين؟ موجود في روسيا، موجود في أرمينيا. اسم المحل الماركة ايه؟ الكبار؟ ما فيش اسم بالظبط، احنا مثلا بتعمل من كل البلد. عشان نكتب. لا بتعمل من كل البلد يعني اشتغل مع كل البلد. طب نرجع تاني لمواصفات الراجل المصري اللي انت حابه انه يا لهوي يعني جدع بس يعني حد جدع ولو هو تعرف تجوزني في الفور سيزون. عايزين راجل 7 ستار. لا المواصفات بجد جدع. وايه تاني؟ ايه
مواصفات؟ في مواصفات شكلية معينة؟ انت شكله مش عفريت مهم. طب ايه سر الاعجاب يعني الستات بيكي قبل الرجالة في مصر؟ مش عارفة بالظبط، بس انا مثلا هقول حاجة واحدة، اي واحد اللي بتحب فن هتحب سوفينار، عشان انا مثلا جاية هنا عشان الفن، عشان الناس تشوف الفن. دي اول حاجة اللي انا عايزة من الناس اللي هم بيتفرج على فن زي الايام القديم. ونفسي هعمل كل حاجة عشان ترجع الايام القديم. ايه اخر اعمالك الفنية او اللي انتي تعاقدتي معها مع الشركة دلوقتي؟ ان شاء الله هنعمل فيلم جديد جميل وتبي في فن فيها اكتر. هتمثلي فيه؟ اه. يعني هتبي برضو بدور واحدة اجنبية ولا يعني هتحاول تحسن لغتك المصرية؟ لا، دور واحدة اجنبية بس دور جميل بيساعد الناس. غاية انا هتحسي الناس هتقول له مثلا يا حاجة بقى امشي من مصر. لو هتحس خلاص الناس مش بتحب السوفينار هيسيب مصر. لو هتحصل ده معايا اليوم هيسيب مصر. لو هتحس من الناس، لا لو الناس، لو الناس تقول لي مثلا امشي من مصر، يعني لو هيشوف مثلا الناس بتفرج علي ومش مبسوطة هيسيب مصر، مش بس في مصر، في العمري مش هتطلع مسرح تاني. كلمة بقى لكل معجبين، كل الفانز بتوعك. عارفة في كم فانز ليكي دلوقتي اصلا؟ كم صفحة بيج على الفيسبوك ليكي؟ لا ما بيعرفش. حوالي 3500 صفحة وكلهم سفينار. الحمد لله. طيب انا عايز اقول بس حاجة واحدة، ان شاء الله تبي موجودة معاكم على طول، وان شاء الله هنشوف مع بعض فيلم جديد، وان شاء الله اول حاجة اللي تبي مصر تبي كويسة، ان شاء الله مش هتحصل حاجة وحشة تاني ان شاء الله. بس كده.